في إطار استمرار الجهود لرصد الشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة من تفكيك خلية إرهابية خطيرة اليوم الجمعة، مكونة من 7 أفراد موالين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، ينشطون بمنطقة طماريس بضواحي الدار البيضاء ووزان وشفشاون. أسفرت هذه العملية عن اعتقال العقل المدبر للخلية وأحد شركائه بعد مداهمة بيت آمن بطماريس، حيث تم حجز أسلحة نارية وأسلحة بيضاء كبيرة وسواطير وذخيرة حية متنوعة وأصفاد ومواد أخرى مشبوهة، بالإضافة إلى رايتين ترمزا لداعش ومخطوطات متطرفة. بالموازاة مع ذلك، تم ببيت زعيم الخلية بنفس المنطقة حجز قارب مطاطي ومجموعة من المعدات الخاصة بالغطس، بالإضافة إلى رصد كتابة حائطية بهذا البيت تمجد داعش. كما تم بمنزل تم اقتراؤه من طرف أحد أفراد هذه الخلية بمدينة وزان حجز أسلحة بيضاء ومواد وأدوات مشبوهة. المعلومات المتوفرة تفيد بأن أفراد هذه الخلية كانوا بصدد التحضير للقيام في أقرب الآجال بسلسلة من العمليات الإرهابية بتنسيق مع عناصر أجنبية كانت تستهدف ضرب بنية تحتية حساسة ومواقع حيوية. كما كشفت المعطيات الأولية نية زعيم هذه الخلية الإرهابية الذي كان على صلة بأحد خبراء صناعة المتفجرات في صفوف داعش التوجه بمعية شركائه بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية لإحدى المناطق الجبلية المتواجدة بنواحي مدينة وزان قصد اعتمادها كقاعدة خلفية في أفق إعلان ولاية تابعة لداعش. في أفق تفعيل مشروعهم الإرهابي والترويج له خدمة للأجندة الداعشية، قام عناصر هذه الخلية بتسجيل شريط فيديو بايعوا من خلاله زعيم تنظيم أبو بكر البغدادي وتوعدوا بتنفيذ عملية إرهابية بالمملكة. فيما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشبهوا في تورطهم في هذه الخلية، تم الاحتفاظ بالمشبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.